نتواجد هنا في مدينة حمد في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي شهدت بالأمس سلسلة من الغارات الإسرائيلية والمتواصلة فعليا على هذه المحافظة. في هذا المكان تم استهداف هذه الشقة السكنية في الطابق السادس من هذا المبنى السكني، وهنا تم اغتيال 3 من المسؤولين البارزين في حركة الجهاد الإسلامي، وتحديدا في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة. ونشاهد منذ صباح هذا اليوم محاولات إزالة الركام من الجهات الرسمية والسلطات المحلية هنا، سواء من البلديات أو من جهاز الدفاع المدني وغيره من الطواقم التي تحاول تحييد هذا الركام والدمار الذي حل بهذه المنطقة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع استضيف المهندس علاء البطة، وهو رئيس بلدية خان يونس وكذلك رئيس لجنة الطوارئ الحكومية في المحافظة. كيف تقدر حجم الخسائر أولا الذي حل بهذه المنطقة وكذلك عامة في محافظة خان يونس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الصورة تتحدث عن نفسها، كنت حضرتك قبل قليل تصور المكان لترى حجم الضرر والدمار والإرهاب الإسرائيلي الذي تجلى بالأمس هنا، وهو تجلى كل يوم في قطاع غزة. لكن حقيقة الصورة المأساوية التي شاهدناها فجر اليوم والآن ونحن نقوم بإعادة ترتيب الوضع، يعني حقيقة تؤكد أن هذا العدو هو عدو إجرامي قاتل، لا يأبه بطفل ولا امرأة ولا شيخ ولا يأبه بأمنين. لدينا 4 بيوت تم تدميرها شقق سكنية بالكامل، وهي يعني لا تسطح حتى لشيء. لدينا مأساة حقيقية أنه ساعات ونحن نبحث في الليل، فرق الدفاع المدني ووزارة الصحة تبحث عن الشهداء، وجدنا أشلاء قطعة هنا وقطعة هناك. يعني حقيقة منظر مؤسف ومؤسي أنه إحنا اليوم قرن 21 نرى حجم الإرهاب، حجم الظلم، حجم الدمار، حجم القتل، حجم السادية في القتل الذي هو عنوان الاحتلال، لكنه كل يوم يتضح أكثر فأكثر. شكرا لك المهندس علاء البطة، رئيس بلدية خان يونس ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية في المحافظة. إذن هذه واحدة من الاستهدافات التي استهدفت هذه المحافظة ليلا، والعودة عامة إلى سياسة الاغتيال هذه حذرت منها الفصائل الفلسطينية، وقد تدفع الأمور إلى مزيد من التصعيد. وكان شرطا من شروط المقاومة هو وقف هذه السياسة، سياسة الاغتيالات. صالح النطور من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، التلفزيون العربي.